كثير مسجات وصلت لي على السوشيال ميديا انه كيف بحافظ على رشاقتي. اليوم انا بدي اخبركم عن شغلي انا ساعدتني لقدرت وصلت للنتيجه. المشد يلي بيقلل تقريبا 3 قياسات نزول، بضعف 3 قياسات نزول. في مادة السيليكون يلي هي بتجمد، يعني بيوقف على الخصر ما بعود يتحرك، غير انه ما بيعطي حماوي وبنفس الوقت ما ببين تحت التيل، بينحط بهالشكل طبعا وبينشد وبيعطي خصر بياخذ العقل. اي بنت ممكن تكون مسوية عملية سوري يعني تكميم تجميل شفط وغير وغير تحتاجون مشدات، وتبون مشدات زينة مريحة كواليتي، والأقوى من هذا كله إن المشد يكون مشد برازيلي. ترى البرازيل أشطر ناس تبيع كرسيهات للجسم، صح؟ دائما ما يضربوا لكم المثل بأجسام البرازيليات، أقوى وأجود وأفخم وأفضل مشدات برازيلية معتمدة من جميع جراحين التجميل في البرازيل. عشان كذي أبيكم كلكم تستفيدون وتشوفون شنو المميزات الرهيبة لهالمشدات. طبعا هذا لونه أحمر أنا طالبته، في ألوان مختلفة وايد، في أسود، أبيض، كل الألوان، يعني تدخلون تختارون المقاسات الموديلات الألوان، وفي أشياء ثانية بعد بوريكم إياها هني داخل البوكس. خلا وخر هني الله ترررررر، شايفين موديلات مختلفة ومتنوعة. وتين بعد هني تبون أوريكم أنا شنو طالبة. طبعا في تشكيلة خيالية وراح أسولف لكم، لحظة شوي خل أبطل. طبعا أنا طالبة تشكيلة تينن من المشدات والكورسيهات، amazing عن جد. ترى التفاصيل والدقة رهيبة في رسم الجسم ونحت الجسم.